سعد، أنواع القصايد متنوعة، فيها الغزل وفيها المدح وفيها أيضا الهجاء إن كان من خلال أيضا أنواع الشعر، وأبروح تحديدا للمدح. هناك يعني من يقول بأن بعض الشعراء يستغل قصائد المدح للتكسب، وهذا اليوم نسمعه، التكسب المادي طبعا قد يكون لبعض الشخصيات، لبعض الرموز اللي موجودة، وبالتالي يقرب نوعا ما من هذه الشخصيات. وهناك أيضا من الشباب اليوم أصبح حتى في أمسياته الشعرية يتلقى مبالغ من خلال الأمسيات الشعرية اللي يقدمونها. صحيح. هل هذا الكلام اليوم يزعج الشاعر أو هو محرم على الشاعر إن قلنا؟ أنا بالنسبة لي يعني أنظر الموضوع هذا بنظرة شوي مختلفة. يعني هن في النهاية قبل الشعر وقبل هذا احنا مسلمين وعرب الحمد لله، والمدح من أساسيات الشعر ومن أجمل أصلا فنون الشعر المدح. والرجال يمدحون يمدحون فاج، ومدح الطيب يعني هذا في الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يوم قال له أحب فلان قل له أنك حبيته، فمن السنة التعبير عن المحبة. هذا شيء. اثنين، أنت لما تمدح الرجال تزيده يعني كأنك تأكد على الطيب يعني وتحث على هذا الطيب، فالناس يعني خذوا الشاعر المادح بنظرة جدا سلبية يعني. وفي الأثر يعني أنه اللي مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي وسلم عليك يا رسول الله، فيها دلالتين القصيدة هذه. بان السعادة وقلب اليوم مبتول، يعني هو تغزل أمام الرسول ولنكر عليه. نعم. اثنين، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهداه بردته، وفعل النبي كما نعلم أنه مقدم على قوله، يعني هذه سنة أكيد، يعني إهداء الشيء مقابل المدح هذا سنة من سنن النبي. ولكن اليوم في ناس يمكن ما عندها علم بهذه الأشياء، وهي من السنن أن الرياجيل يعني يعبرون عن محبتهم، وأن الرجال الطيب يثنون عليه الرياجيل يزيدون في طيبة. لكن هل المحبة ساعة تنتظر مقابل؟ يعني لا، ما تنتظر مقابل، ولكن الشخص هذا اللي عطى فهذه سنة. إن كان رد على الشاعر اللي مادها فهو ما أخطأ، هذا سنة من سنة النبي والرياجيل الطيبين. جميل، هذا كلام مثالي واليوم وكلام جميل. قد سعد، قد يكون سعد علوش ما عليه، أنا معاك في شعره. نعم. يتكسبون أنه يمدح له واحد ما هو بكفو المدح، هذا هو ما قد يكون ما يستحق المدح، قد يكون فقط للغرض المادي. هذا الشاعر هذا جزء بس ما يعيب المدح كفن من فنون الشعر الجميلة وكأدب في تراثنا العربي، من أجمل القصائد هي اللي انقالت في المدح. أنت سعد في يوم من الأيام مدحت طبعا، واللي أعرفه أن أيضا لك أكثر من قصيدة في أكثر من شخصية في المدح. صحيح. هل قيل لك في نفس الكلام أنه والله لا سعد مدح لأجل الغرض؟ ولما تسمع ينقال سعد مدح لأجل الغرض، شو يكون شعورك كشاعر؟ هو أنت على حسب الممدوح. إذا الممدوح يستاهل ما قالوا لك شيء الرجل، بالعكس كل الرجل اللي يدونك عليها. من أكثر القصائد اللي أنت مدحت فيها وحسيت أنها الشخصية تستحق؟ الشيخ زايد رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، في عام 2002 كان هذا له أثر كبير يعني علي، لأني كنت صغير في العمر، كان عمري 23 سنة. أنا بالنسبة لي كانت تجربة جدا يعني في أحسبها بيني وبين نفسي شيء كبير يعني. إيش كانت القصيدة سعد؟ والله كان فيه قصيدتين وأنا عديت عليه مرتين، ولكن اللي أنا أتكلم عنه أن الشيخ زايد رحمة الله عليه هو كحاكم يعني حاكم لا يتكرر، كرجل رحمة الله عليه رجل لا يتكرر، وكشاعر شاعر يعني كان من الأجمل الشعراء. يعني الحكم ما هو مجرد حكم، يعني أنت قدام ثلاث أشياء يعني تعتبر الواحدة منها كافية أنك أنت كشاعر في هذا العمر أنك تمر في تجربة جدا صعبة، وأنك أنت تتعداها ومقيول لك بيض الله وجهك. هذا كان شيء جدا بالنسبة لي يعني أعطاني ثقة. يعني في عمر صغير شنو كانت ردة الفعل عليك منه رحمة الله عليه؟ كأعجب بالقصيدة وسألني عن اسمي، وصار مرة ثانية يوم جيت عرفني، وهذا الشيء يعني من أثمن الأشياء. الحمد لله رحمة الله عليه. أنا كان ودي أسمع منك قصيدة.